الانساني فيه الدمجات في هذا ليه يعني حتى مقصين حتى في المنظر وكذا بنات صحيح. فاغروا بعض الشباب في دور و 80% شوائب يدقوا في الكوب هذه الهدسه بودره البيك بودره يخلطوا فيها يعني كيلو تستهلك كيلو. انا نعول كثيرا على هذه الوجوه الطيبه جميعا زي ما نذكر مسؤوليه مجتمعيه كبيره مسؤوليتنا كلنا مش مسؤوليه رجل امن مش مسؤوليه قانون ما عادش ترجو لائحه ما عادش ترجو رجل يبدا من الداخل الرقابه الاسريه مهمه زي ما تقول حاجه تقصر ليش عشان تدخل في قضايا لا تقضي على الخط ولا تمسحها جنب بوست كبير غنيه اكثر وكريمه اكثر معرفه الاسباب طبعا نرد عليك وفي نفس الوقت كيفيه ماشي لعب نحن المعنيين بالظواهر السلبيه داخل المجتمع بتاعنا والمجتمع بتاعنا شنو احنا كبير ولا كم شنو لو كان احنا المال العثمان مش عارفين حتى في صدقه انت العثمان العرب عاصرها ومحتصرها والمحمول اليه والحامله مش عارف شنو وشاربها وكذا يعني تمشي في مكان في خمره خضيت الدم تقام تسال واحد سكران خضيت ذنبه تسكن ترى واحد يقطع في بوخ ويبيع فيها على خمرة حرام هذا من جلسات معهم المدربين يعني هذا بالتفصيل كيف يقول لك المتعه ان انا لما نحقن في جسمي الهروين نجذب الدم معها نمصمص في الحقنة بالدم باش لو في فضة هروين قاعدة ونردها فراغ اذا نحط الحالة هذه تكتب مليانة نقاط او وضع من يعني هذا حرام ها وهذا مش حرام هاي تتبارس فيه انا عارف حرام وتتبارس فيه ها العربية في لبنان موجودة في سوريا كانت موجودة في مصر موجودة أصبحت تتغلغل في مجتمعاتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا وأصبحت تنادي بتعاطي زي بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم مكتب مراقبة التعليم شحاتي ومكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي شحات تقدم بجزيل الشكر لمكتب مكافحة المخدرات وهذا الملتقى الثاني تحت شعار نهاية الإدمان وبداية الإدمان ونهاية الأمان وبهذا الملتقى الثاني اللي قمنا به في بلدية شحات اللي هي ظاهرة تعاطي المخدرات ومكافحتها وإلقاء محاضرات توعوية للطلبة على هذه الظاهرة ومكافحتها وبإذن الله تعالى حيكون في ملتقى ثالث لهذه الظاهرة وبهذه المناسبة نتقدم جزيل الشكر لجهاز مكافحة المخدرات على هذه البادرة الطيبة ونقدم جزيل الشكر للأفندي طارق والأفندي جلال والأستاذ جمعة الترهوني ولجميع الطاقم المقيم بهذه الظاهرة ونحن بإذن الله تعالى مستمرين بهذه الملتقيات وإلقاء محاضرات توعوية على الطلبة وللأخصائيين الاجتماعيين والدعم النفسي والمرشدين النفسيين وتوصيل المعلومة للطلبة على هذه الظاهرة ولكم منا جزيل الشكر شكرا.